زهير ولا خروج هرمش عمري صالحي صالحي هو اللي عطى التمريرات الهدف الثاني في وسط الميدان عند لاعبي المغرب الفاسي دائما كرة عند لاعبي المغرب الفاسي تمريرة كانت تدخل صخرة الدفاع ناصر ديمبلي كرة مساوية فهاد الاثناء كان فهاد الاثناء نلاحظوا ان الضغط مساوي على الكره التمريره تدخل يوسف نافع نافع هو الجمهور طاد لصالح اتحاد الزمالك بس الكره من محسن هيداكا ينسين هيداكا مسجل الهدف الاول يحصل على ضربه خطا وسط الميدان معليش عزيز معليش عزيز وبيك على كيصفر الجمهور كيحتج على الحكم بسبب عدم هذا هجوم اخر مرتد هجوم اخر مرتد خروج حسين امسا خروج خاطئ 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 حسين امسا بخروج خاطئ كذا عندنا تكب خطا لكن حسب الحظ كره خرجت الميدان وتعطي ضربه مرمى لصالح الاتحاد الخميسات دائما كرة ملعوبة
اللاعبين ديال اللاعب كمال الصالحي كاين الحكم أصفر هدف هدف الثالث لصالح اتحاد الخميسات الان في هذه الاثناء. هدف الثالث من توقيع اللاعب كمال الصالحي. هدف غايه في الروعه والله الا هدف غايه في الروعه. الان هدف الثالث اخ زكريا الهدف الثالث. اوه فرحه هستيريا هنا بالمدرجات الجماهير الجمهوريه. شغب شغب في مدرجات جماهير الماصيه. لاحظ 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 هناك لاحظ هناك ضرب بالقراعي ضرب بالقراعي من خلال الجماهير الماصيه لكن هنا تسلل. هذا الجمهور معروف عليه بانه جمهور العاصمه العلميه لكن يضرب بالقراعي تجاه دكه تحضيات دكه لاعبي ديال اتحاد الخميسات المدرب كركاش. نرجعوا للمقابله بعيدا عن كل ما يقع في المدرجات. عند رضا الزهراوي رضا الزهراوي عند محسن هداكا هداكا عند ياسين نعوم نعوم كيضيع الكره الان عند لاعب المغرب الفاسي في وسط الميدان. كره هجوم مرتد لصالح المغرب الفاسي. كره 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 خطيره خطيره تدخل حسين امسا. كرة عند رضا الزهراوي وسط الميدان فركت من كرة محاولة أخرى. الأوضاع تغير بالمدرجات سنعتذر. Let's go.
جماهير الفاسية تعكر جو المقابلة بتاتا، حيث المقابلة كانت فيها جو عالي ورياضي. كسو اخويا اخويا الان تغيير صفوف فريق اتحاد الزمالك الخميسات، دخول اللاعب ايوب سعيدو، ولاول مره سنشاهد رفقه الفريق الاول هذا الموسم، اول مقابله، خروج رضا الزهراوي. دائما التفوق لصالح الاتحاد الزمالك الخميسات بحصه 3-0. مرحبا اخ فتحي حميد من المانيا. النتيجه لصالح اتحاد الخميسات 3-0. الهدف الأول لصالح المغرب الفاسي. أولا ما لكم ما لم نكن ننتظره يقع الآن. النتيجة تتحول ودائما لصالح تحقيق 3-1. سوى 30 دقيقة عن بداية الشوط الثاني. كرة الآن يوسف نافع. ضربات خطا لصالح المغرب الفاسي، تمريره لكن تدخل دفاع الزموري وعند ايوب سعيدو. كره عند ايوب سعيدو، ايوب سعيدو اول لمسه في المقابله. الذي عاود شوف هجوم مرتد لصالح المغرب الفاسي عند نقيسي.
لاعب الماس اك او وراه عند الصالحي كمال الصالحي شي غير الكرة اتجاه لكن تدخل حارس تدخل حارس الكرة تدخل مصيري كرة الوسط في وسط الميدان لصالح لاعب المغرب فاسي مقابلة شيئا ما صعبت في هذه الأثناء بعد أحداث شغب عرفتها المقابلة من طرف الجماهير الفاسية جميل جميل التدخل من يوسف نافع الآن أنا أضف أنا رشيد أنا رشيد حسين أمسى طلع عند حسين أمسى في هذه الأثناء بعد تدخل الآن دقيقة 37 من المباراة لم تبقى سوى دقائق قليلة عند هذا اللقاء إصابة لاعب السيد نعوم الآن دقيقة 37 من الشوط الثاني في المباراة اصابه لاعبي سين نعوم قد تبعده عن استكمال المقابله ولا سيما ان كركاش استنفد كل التغييرات النتيجه 3-1 لصالح اتحاد الخميسات ويحصل على ضربة خطأ تحية أمازيغية الناس ديال سوس عبد اللطيف في ضربة الخطأ الهداقة هداقة عند سامي تجدين سامي تجدين كي مرار ضربة مرمى صالح المغرب دقة 40 والنتيجة لصالح اتحاد الخميسات 3-1
ظلت خمس دقائق عن هيدا قال بين جوج لاعبين مازلنا ننتظر الحكم
بالنسبه للطائع نقطه اديسيونيل. الغلبه لصالح اتحاد حماسات. سيد مسعود البرهان. كان غارديان خارج في نفس السلامة ما شاء الله. السلامة الشريف كم كيتغاضى عند بعض الاخطاء صالح. النتيجة 3-1 لصالح اتحاد الخميسات. خمس دقائق إضافية يعلنها الحكم على الوقت في الوقت البدل الضائع. خمس دقائق هي التي يعلن عليها الحكم عبد الرحيم اليعقوبي كوقت بدل ضائع. ارتباك في الدفاع، ارتباك بين لاعب المرابط ومصير ديمبلك، هذا أن يرتكب خطأ يكلف ثمن غالي على الحساب. هيداكا يضغط على الكره، كره عند الصالحي. و
هجوم موجب الطيارة. انت هو الباور. تو جماهير الفاسية غير راضية عن نتيجة المقابلة وارتكبون عدة أعمال شغاب. نعتذر عن هذه الكلمة التافهة. كرة عند النعوم فازت الميدان النعوم التمريرة. أو لا لا صالحي كاد أن يفعلها مرة أخرى. كرة مساوية مرة أخرى. سعيدو كيضغط باش يستر لكن فوالا سعيدو كيرتب خطأ تقني وكياخذ عقوبة انضباطية. حكم بيوجه العقوبة الانضباطية للاعب سعيدو بعد الدخول من الخلف. ركنية مساوية. معد لعبي وحنا من الصباح تنبرحو تنقولو بان الاتحاد الخميس متوفق بحصد 3-1. كرة مساوية خطيرة. مربع العمل مازال تبقى كرة في مربع خطيرة. نهاية اللقاء بفوز الاتحاد الزموري خميسات. نهاية اللقاء بفوز الاتحاد الزموري خميسات بحصة 3-1. أهداف التي وقع كل من المحسن الهدقة ورضا الزراوي وكمال الصالحي. استودعكم الله إلى مرة أخرى وإلى مقابلة أخرى إن شاء الله.